السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering. معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي. نواصل مع المحور التاسع وهي Power Calculation في الـ AC، ونبدأ اليوم إن شاء الله مع الجزء الثاني مع الـ Average Power. إذن بعدما رأينا في الجزء الأول قيمة الـ Instantaneous Power، وهي الباور التي تتغير مع الزمن، وبالتالي يكون من الصعب القياس هذه الباور، فنلتجئ إلى الـ Average Power أو ما تسمى كذلك الـ Real Power، وهي تكون أحسن في من ناحية قياس هذه الباور، مع العلم أن جهاز الوات ميتر وهو جهاز لقيس الباور يقوم بقياس ماذا؟ يقوم بقياس الأفرج باور وليس الانستيتيوس باور، وبالتالي وجب علينا معرفة كيفية استخراج الأفرج باور. هذه الأفرج باور نقوم باستخراجها عن طريق الانستنتيوز باور واحد على تي البيريد، تكامل بين صفر وتي لمن؟ للانستنتيوز باور. فنعوض إذن البي هذه بقانون الذي رأيناه في الجزء الأول لنتحصل على الافرج باور على هذا الشكل. و عندي إذن التكامل للجزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. إذن هذه عندي إن الآن الـ Average Power، سوف أقوم بالتكامل لهذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني لأتحصل إذن على قيمة الـ Average Power على هذا الشكل، وهي تساوي نصف الماكسيموم فاليو للجهد ضارب الماكسيموم فاليو للكرنت كوساين الفرق بين زاوية الفيز انجل للجهد والفيز انجل للتيار الكهربائي. نلاحظ هنا أن الافرج باور not depend on time، ليس عندي هنا الزمن في الافرج باور، وهي تسمى كذلك الريل باور، وهي باور إذن تتحول من إلكتريك تو نو إلكتريك إنرجي مثل الهيت. إذن الآن سوف نرى قيمة هذه الأفريج باور للريزيستيف. نبدأ ب purely resistive circuit، يعني عندي سيركت بيور فيه مقاومات كهربائية. كم قيمة الأفرج باور لمثل هذه الدارة الكهربائية؟ هنا عندي تيار كهربائي مسحوب من المقاوم الكهربائي بين قطبيه، عندي جهد. إذن قيمة الأفرج باور هنا ماذا تساوي؟ هذه هي القيمة للأفرج باور في المقاوم الكهربائي. كيف تحصلنا عليها من القانون الرئيسي؟ درسنا في المحاور السابقة أنه بالنسبة لسيركت في مقاوم كهربائي نعرف أنه الجهد والتيار الكهربائي in phase، يعني الفيز أنجل للجهد يساوي الفيز أنجل للتيار الكهربائي، فتكون هذه إذن كوساين صفر واحد، ويبقى لي إذن قيمة الأفرج باور للمقاوم الكهربائي. ونلاحظ إذن أنه لو عندي سيركت بيور ريزيستيف فهو يتقبل باور في كل الأوقات، على عكس سيركت يحتوي على ملفات
إذن بالنسبة للسيركت بيور إندكتيف لنحتسب الأفريج باور ننطلق كذلك من القانون الأول الذي استخرجناه للأفريج باور، ونعرف بالنسبة للسيركت بيور إندكتيف نعرف أن الجهد والتيار بينهما زاوية 90 ديجري. أطبق إذن هذا القانون، أعوضه إذن في الأفريج باور بصفة عامة لأتحصل على قيمة الأفريج باور بالنسبة لبيور إندكتيف سيركت كم هي 0 وات. يعني أنه لو عندي سيركت بيور إندكتيف ألاحظ أنه ليس عندي هنا تحويل طاقة from electric to non-electric، وبالتالي قيمة الأفريج باور ل بيور إندكتيف سيركت تساوي 0.0 وات. كذلك لو عندي سيركت بيور كاباسيتيف ألاحظ هنا أنه بصفة عامة قلنا أن الأفريج باور تساوي على هذه القيمة. إذن بين الجهد والتيار الكهربائي عندي سالب 90 ديجري بين الفيز أنجل كما رأينا هذه القيمة في المحاور السابقة. أعوض هذه القيمة في القانون العام للأفريج باور لأتحصل على قيمة 0 وات. يعني لو عندي دارة كهربائية فيها بيور كاباسيتيف سيركت فأنه هذا الحمل الكاباسيتيف أبسورب كم 0 أفريج باور كالإندكتيف سيركت.